مع المستشار حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية. قلنا نشوف كيف يتم تدريب موظفي الشهر العقاري على أجهزة القارئ الإلكتروني. سيد المستشار، وإحنا ماشيين كده بدأنا طبعًا ندخل طبعا. أهلا بيك. معانا المهندس سيد رشدي من وزارة الاتصالات، سعد رشدي من وزارة الاتصالات، والمهندس سيد رمضان من وزارة التنمية الإدارية. دول الجنود اللي خلف الستار بيساعدوا اللجنة الانتخابات الرئاسية في إعداد الأجهزة اللي هتوزع على الشهر العقاري إن شاء الله، لتيسر عملية توثيق نماذج التأييد الخاصة بتأييد الناخبين المرشحين، وهو هيتولى اللي هي التوكيلات. طب مهندس سعد، واحنا ماشيين كده ونشوف يعني ندخل نشوف، حتى انا شايف بعض الموظفين يقومون بالتدريب. تقول لنا بس ايه يعني هنا ازاي، كيف سأدرب موظفي الشهر العقاري على هذه الأجهزة لانهم لم يستخدموها من قبل؟ هو طبعا الشباب الموجودين في المكان هم شباب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مهندسين متخصصين مسؤولين عن تجهيز التطبيقات اللي هتستخدم في حاجتين في الحقيقة. الحاجة الأولانية هي التأييدات للانتخابات الرئاسية، الحاجة الثانية هي تغيير الموطن الانتخابي، ودي في الحقيقة حاجة تسجيل الوافدين يا فندم. مظبوط. دي في الحقيقة الاثنين تطبيق دول نازلين على الجهاز الخاص بالتأييدات وتغيير موطن انتخابي، والناس الشباب هنا هو بيجهزوا الأجهزة بحيث ان هو بيأساين او بيحدد كل جهاز او كل جهازين بمعنى ادق لكل مكتب توثيق على مستوى الجمهورية. طب ما نشوف كده الأجهزة سيادة المستشار، نتفضل نشوف الأجهزة. يعني هذا الجهاز هو جهاز بسيط ولكن يمنح التسهيلات في مواجهة الغام التعقيدات اللي دايما تصيب المواطنين بالإحباط. هو الجهاز جهاز تابلت بسيط جدا، التطبيق اللي معمول ببساطة مطلقة، بمعنى ان المستخدم او الموثق اللي موجود في مكتب التوثيق يقدر ان هو مجرد ان المواطن يجيله يديله البطاقة الرقم القومي، في جهاز قارئ لبطاقة الرقم القومي، جهاز القارئ ده بيقرأ البيانات، التطبيق بيظهر قدام الموظف بيانات المواطن، ما بيحتاجش لا يكتب الاسم ولا يكتب الرقم، مفيش طبعا فرصة للأخطاء. مجرد ان هو الموثق بيدوس على التطبيقات بيطبع ورقتين في الحقيقة او نسختين، نسخة للحفظ داخل المكتب التوثيق، النسخة التانية بيديها للمواطن، الموظف مجرد ان هو بيمضي عليها وبيختم، مفيش بقى كتابة، مفيش التعقيدات المعتادة، وبالتالي دي حاجة هتسهل لنا كتير جدا، هتسهل على المواطن ان هو هيعمل الخدمة دي في دقائق معدودة. نشوف نموذج كده ازاي ادخل البطاقة. ندخل على البرنامج، نخش على قائمة دخول النظام، بيقول لي اسم الموثق، ده الموظف اللي هيستخدم البطاقة وهيستخدم الجهاز، بيحط بطاقته اولا، الجهاز بكل سرعة بيقراها. دي بطاقة الموظف نفسه. الموظف. تمام. في بطاقة هنا. دي بطاقة المواطن اللي هيدي، الذي سيمنح توكيلا او الوافد الذي يسعى الى تغيير محل اقامته. لا، ده البرنامج الاول، ده اللي هو للمواطن اللي جاي اي يعمل تأييد. في برنامج تاني مخصص للوافدين. للوافدين. ده اللي هيدي توكيل للمرشح، اللي هو 25,000 توكيل التي يبحث عنها. تمام كده. ومجرد ما عملت لها سكان والضوء جه عليها، تظهر البيانات قدامي من غير ما اكتبها، ظهر الاسم بقول له والرقم القومي، بدوس على متابعه، بيقول لي من فضلك اختر المرشح، بدوس على تسجيل مرشح والاسم، بدخل الاسم اول مره يدوي، بمجرد ما بدخله اول مره بيظهر عندي في الاختيارات بعد كده. مثلا اختبار، احنا عاملينه اختبار، اسم الشهرة بتاع المؤيد، وادوس على حفظ. القائمة دي بتظهر لي عشان اراجع واتأكد ان البيانات اللي هو قالها لي صحيحة، براجع معايا اسمه، وبراجع معايا الرقم القومي، وبراجع معايا اسم المرشح اللي هو اختياره، لو في اي خطأ بقدر ارجع واعدل
لو متأكد ان هو كده اختياره صحيح وادوس على متابعة وبضغط على طباعة بتتبع لي الورقة فيها كل البيانات بمجرد ان هو يمضي بس في مكان الامضة والموظف يمضي له ويختم له. طب اذا في عندي خمس يعني شخص واحد عمل خمس توكيلات لمرشح هل الجهاز يكتشف ذلك؟ الجهاز بيكتشف وبتظهر هنا عندنا في السيستم ودول دي رأي اللجنة بقى. وحضرتك يعني احنا عاملين النظام ان المواطن اللي عاوز يعمل اكتر من تأييد هيقدر يعمل، انما حضرتك البيانات دي بتتبعت لنا فوريا عن طريق اجهزة اتصال مؤمنة. لما بيجينا هنا هوت بنكتشف وبنعرف ان المواطن ده عمل اكتر من تأييد، وبالتالي التأييد بتاعه ده بيبقى يعني يبطل. وده يوقعه زي ما اوضح لنا سيادة المستشار حمدان فهمي تحت طائلة القانون. بالظبط. احنا مش عاوزين في الحقيقة نعمل برضو يعني حمل او لود على الموظفين، يعني ما يجيش الموظف يقعد يقول له لا انا ما عملتش، لا احنا اي مواطن هيجي يقول له اعمل لي تأييد هيعمله، لكن احنا عندنا نسخة الكترونية بنعرف هو عمل اكتر من نسخة ولا لا، او عمل اكتر من تأييد لاكتر مرشح ولا لا. طيب يعني الجهاز سهل، هل تم تدريب موظفي الشهر العقاري عليه بسهولة؟ حضرتك احنا جالنا 746 موظف او موثق من مصلحة الشهر العقاري اتدربوا كلهم. في الحقيقة الناس لقوا استحسان كبير جدا، لان اولا التطبيق سهل جدا، هو باللمس بيدوس على الشاشة دي بيراجع بيانات قدامه، بيدوس طباعة الجهاز بيطبع بياخد الورقة نشيلها، موضوع سهل جدا جدا. ساعتك أتيت بالأمس لا وجدت هذه القاعة مكتظة بالمتدربين من موثقي الشهر العقاري الحقيقة، إنما هو النهاردة انتهى التدريب الخاص بيهم وبيتم تجهيز الأجهزة وإعدادها للتوزيع على مكاتب الشهر العقاري إن شاء الله. بالإضافة أن في فندم يعني 200 مهندس من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موزعين على جميع المحافظات، دول بيقدموا دعم فني لحظي لحيث ان لو في اي مشكله في اي مكتب الناس هتبتدي تروح تتوجه للمكتب دوت وتبتدي تحل المشكله، حتى لو مفيش مشكله الناس هيبتدوا يمروا على المكاتب القريبه منهم بحيث انهم يعملوا دعم فني وتاكدوا ان الاجهزه تعمل بحاله جيده. احنا عاملين يعني مونيتورنج لكل الاجهزه دي عندنا هنا اهو، نقدر نعرف لو في مشكله من عندنا. يعني لو في طيب ما انا هقول لك، لو في دلوقتي موظف الشهر العقاري الجهاز أصيب بعطلة عنده هيعطلني، أو في لجنة بعد ذلك الجهاز أصيب بعطلة هعمل إيه؟ أولاً أو انقطع التيار. أولاً في كل مكتب في جهازين باتنين طبع، لو الجهاز الأولاني حصل فيه مشكلة الجهاز التاني شغال. ثانياً الاتصالات عاملين ثلاث خطوط اتصال، يعني عشان لو في مشكلة في الاتصال في خط معين الخطين التانيين شغالين. ثالثاً في نمرة مكونة يعني في 10 أرقام تليفونات للدعم الفني، الموظف هيقدر يطلب أي رقم من دول موجود هنا هو الدعم الفني في القاعة اللي احنا فيها ديت، المهندسين قاعدين قدامهم نفس الجهاز بنفس التطبيق يقدر يمشي معاه خطوة بخطوة. الحاجة الثالثة ان احنا عاملين اليوزر جايد اللي هو دليل الاستخدام باللغة العربية، وطبعين فيه بالالوان الخطوات ديت، طبعين فيه بالالوان طريقه توصيل الجهاز لو جهاز اي كابل منه اتفصل. فاحنا في الحقيقه مش سايبين اي حاجه لل طيب. الاحتياط الاكبر بقى سعادتك اللي هو النماذج اللي هتوزع احتياطيا لاستخدامها استخداما يدويا، كما رايت سعادتك وكما تحدثنا في الحوار النموذج ده هيوزع منه جزء للاستخدام اليدوي في حالة انقطاع التيار وعطل الأجهزة فيها في الحالات الاحتياطية الكبرى. يعني عندي البديل هعود تاني للاستخدام اليدوي إذا حصل أي عطل. طيب مهندس سعد رشدي، عندي كمان المهندس سيد رمضان من التنمية الإدارية. مهندس سيد، طب هنا الاتصالات والتنمية الإدارية هل الدور مكمل للآخر؟ يعني أنتوا بتعملوا إيه مع وزارة الاتصالات؟
احنا في دور مكمل ما بيننا وبين بعض. احنا بنقوم بالجزء الثاني اللي هو فحص التأييد نفسه لما بيجي ال التأييدات لما بتيجي المرشح او اللي هو طالب الترشيح يجي ومعاه الورق بتاعه 25 30 وهكذا. دول الورق ده بيجي ممكن ورق حضرتك في الصاله هناك السكانرز والصاله الثانيه اللي هي باستقبال ايه الدور اللي بيقوم بيه الموظفون التابعون للتنميه الاداريه؟ التأييدات طبقا للقانون لازم المرشح يجيبها بشكل معين. 25 ألف تأييد من كل من 15 محافظة على الأقل، 1000 تأييد تكون المحافظة دي من محافظة الموطن اللي هو عايش فيه فعلا. لكن لو هو حد مثلا من الإسكندرية وراح عمل التأييد بتاعه في القاهرة، ده معناها ان هو التأييد بتاعه لازم هيروح الإسكندرية مش هيبقى من القاهرة. فالعملية ديت ولو هو عمل تأييد لأكتر من واحد وهكذا كل اللي يعني لو في مواطن عمل توكيل للمرشح سين وعمل أيضا نفس التوكيل نفس توكيل للمرشح صاد يعني وهكذا. وده غلط يعني قانونيا غلط. واحد ملوش حق التصويت أصلا، ملوش حق، لازم يكون ليه حق التصويت اللي هو رايح يعمل تأييد ده لازم يكون من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين. لو هو غير مسجل في قاعدة بيانات الناخبين يبقى ليس له حق التصويت. هنا بيتم هذه التأييدات بتخش الأول على السكانر يتعمل لها سكانينج، وفي أبليكيشن بيقرأ الأكواد ديت ويقدر يتعرف على مين صاحب التأييد ده والمين التأييد ده. بنجمع التأييدات دي وبعد ما كل السادة اللي هم اللي طالبين الترشيح يدخلوا يجيبوا التأييدات بتاعتهم في آخر يوم بيتم عملية المقارنة ما بين كل هذه الأوراق، ولو حد جايب تأييد أقل من الأعداد المطلوبة بيتم التوصل إليه، يتقال مثلا إن ده كان جايب 1000. يعني المرشح ده ممكن خلاص هقول إنه لم يستطع أن يجمع 1000 توكيل في هذه المحافظة الواقع بقى، لان هو جايب بس ما يعرفش ان في ان ده ملوش حق التأييد اصلا. يعني الشخص اللي جاب له ده عنده 16 سنه عنده 17 سنه بس معاه بطاقه ممكن يروح يعمل تأييد. هنا انت بتكتشف هنا انه ده ليس له حق لانه غير مسجل في قاعده بيانات الناخبين، واللي ملوش حق التصويت ليس له حق التوكيل انه صحيح. صحيح. فهو ده بيتم فرزه، ولو هو عامل لاكتر من مرشح بقدر افرزه. كل ده بتكتشفه هنا يعني في المعمل، بس ده بيتم بعد اخر واحد يجي بعد اخر يوم لتقديم طلبات الترشيح. طيب ده طب حتى فيما يتعلق بالوافدين وتغيير محل الاقامه هل في حاجه بتعملوها؟ هو بيروح في مكاتب الشهر العقاري ويطلب ان هو عاوز ينقل المقر بتاعه من محافظه الى محافظه، يعني مثلا من اسيوط وعاوز يخلي مقره في القاهره، بيروح يقدم طلب يقول انا عاوز في قسم الاسبكيه مثلا محافظه القاهره، بيقدم الطلب ده على الجهاز وياخد ورقه ما يثبت بيه انه عمل الكلام ده علشان بيترفع اسمه من كشوف الناخبين في اسيوط ويتحط في كشوف الناخبين في المحافظه اللي هو طلب بيتنقل ليها. يبقى انا كده ويتعرف على مكانه عن طريق اللي هي الرسائل المعتمده اللي 51 51 و140 وهكذا المكان الجديد اللي هو قدم طلب ليه. الكلام ده بيتجمع اوتوماتيك الكترونيا مع بمجرد ما هو بيقدم الطلب بتاعه على السيرفرز عندنا هنا. طيب سيادة مستشار واحنا بنختم ده يعني خلينا ناخد من حضرتك تعليق اخير، ده معناها ان انا استطيع تقنيا ان انا سهل للمواطنين واستطيع تقنيا كمان ان انا اكشف اي عمليات تلاعب واحقق ضمانات النزاهه بالنسبه للانتخابات بطريقه مطلقه شبه مطلقه، يعني ان هو نمنع التلاعب او التزوير او العبث بالانتخابات باستخدام التكنولوجيا الحديثه دي ان شاء الله. ان شاء الله. وطبعا هنا باستخدام التكنولوجيا الحديثه تم التأكد من تدريب كل الموظفين وتم التأكد من وجود البدائل إذا ما حصل أي عطل. إن شاء الله يعني إن شاء الله يتم توزيع الأجهزة دي يعني خلال اليومين القادمين، وزي ما قلت لسعادتك هيكون متاح للجنة إن شاء الله فتح باب الترشح أوائل الأسبوع القادم بإذن الله. بتوجه تاني مجددا لحضرتك بالشكر، ألف شكر. توجه لكم جميعا بالشكر بالتوفيق ان شاء الله في زي ما قلت انه ده يعني مطبخ لاهم عملية تتعلق بمستقبل مصر سياسيا
واقتصاديا وثقافيا ومعيشيا واجتماعيا.